أثنى مصر إذن في جمهوريتها الجديدة، ومستمرون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة على شاشة إكسترا نيوز. يعني نوسع دائرة النقاش، ينضم إلينا هاتفيا الآن الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة في وزارة التنمية المحلية. دكتور ولاء، أهلا بحضرتك معانا. الحقيقة يعني المشروعات اللي كانت بتحصل في تطوير قرى حياة كريمة في أسوان كانت بتضم 47 قرية تقريبا، 68 آسف قرية تقريبا، بتضم في الإجمالي حوالي 445 نجع وتابع وما إلى ذلك. الآن نحن أمام تطوير لكل قرى أسوان، فالجهد اللي هو بيتكلف الآن 11.5 مليار جنيه أظن هيتضاعف حتى يشمل باقي قرى أسوان. صحيح، احنا يمكن محافظة أسوان كنا بنستهدف منها ثلاث مراكز تضم ما يقرب من 445 تجمع ريفي ما بين قرية ونجع وكفر. إن شاء الله حسب التوجيه الرئاسي الجديد، حسب التكليف الرئاسي الجديد، إحنا هنضم كل مراكز أسوان المتبقية، بالتالي يبقى محافظة أسوان من أوائل المحافظات اللي هتنتهي أو هينتهي تطويرها على مستوى الجمهورية إن شاء الله في 30/6/2023. 20/6/23 هتنتهي كل أسوان، هتبقى كلها مطورة، هتبقى أول محافظة في مصر ينتهي تطويرها بشكل شامل. دكتور ولاء، احنا عندنا كم قرية في الإجمالي في أسوان؟ عندنا في أسوان خمس مراكز إدارية، احنا بنشتغل طبعا على مستوى المراكز الإدارية بالكامل، بتضم ما يقرب من 650 قرية وتجمع ريفي. احنا لما بنشتغل الحقيقه بنشتغل، وده يمكن كان توجيه من السيد الرئيس في بدايه المرحله الجديده لمبادره حياه كريمه، ما نشتغلش على مستوى التجمع الريفي فقط، لان شغلنا على مستوى التجمع الريفي قد لا يسمح بتقديم كل الخدمات لاهالينا اللي بيعيشوا في هذه القرى. فبنشتغل على نطاق جغرافي اوسع شويه، وهو نطاق المركز الاداري. نطاق المركز الاداري بيسمح ان احنا نطبق المعايير التخطيطيه المعتمدة في تقديم الخدمات وإنشاء المرافق. بمعنى لو أنا محتاج أخدم المواطنين اللي بيعيشوا في تجمع ريفي معين بالخدمة الصحية، لو هم عدد قليل هيبقى في استحالة لخدمتهم من خلال منشأة صحية، وحدة صحية أو مركز طبي. لكن لو هم جزء من تجمع أكبر، فأقدر أعمل في مسافة يعني متوسطة ما بين هذا التجمع أو ما بين هذه التجمعات مركز طبي وفقا لمعايير التأمين الصحي الشامل يقدم خدماته لكل هذا المجتمع. نفس الكلام لو بتكلم في المدارس، نفس الكلام لو بتكلم في المؤسسات الشبابية، نفس الكلام لو بتكلم في مجمعات الخدمات الإجرائية. فبالتالي الشغل على مستوى مركز زي ما وجه به السيد الرئيس في ديسمبر 2020 سمح لنا الحقيقة أن احنا نتبنى نمط مختلف ورشيد في تقديم الخدمات. دكتور ولاء، خلينا نتكلم في مساله المنظومه الصحيه تحديدا في اسوان. يعني حتى الان تم انشاء وتجديد 78 وحده صحيه. الحقيقه في محافظه كاسوان في قرى بعيده عن بعضها تفتقد للخدمه الطبيه بشكل كبير، تفتقد للخدمات العاجله الطبيه بشكل اكبر. لما يكون هذا العدد موجود وان شاء الله يتوسع طبعا مع باقي القرى في باقي المراكز، نحن امام طفره على الاقل خالص في الخدمه الصحيه المفتقده سابقا. صحيح، وده يمكن اللي خلى محافظة أسوان مؤهلة دلوقتي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. صحيح، حضرتك عارف إنه منظومة التأمين الصحي الشامل ابتدت بشكل تجريبي في بورسعيد ثم محافظة المعلية وجنوب سيناء، الآن بتطبق في محافظة الأقصر، ومحافظة أسوان خلاص إن شاء الله في طريقها للدخول علشان تبقى خامس محافظة في مصر تستفيد من منظومة التأمين الصحي. منظومة كانت بتستلزم استثمارات في سلسلة الإمداد بالخدمات الصحية، ولما بنتكلم على سلسلة الخدمات بالإمداد الصحية بنتكلم على وحدات طب الأسرة اللي موجودة على مستوى التجمعات الريفية الصغيرة، بنتكلم على المراكز الطبية اللي موجودة على مستوى التجمعات الريفية والحضرية الأكبر، بنتكلم على المستشفيات المركزية والمستشفيات التخصصية اللي موجودة على مستوى المراكز الإدارية. كل هذه المنظومة تم استثمار فيها على مدار السنتين اللي فاتوا بالصورة اللي خلت أهالينا في محافظة أسوان قادرين على أو مؤهلين
للدخول في منظومه التامين الصحي والاستفاده من خدماتها ان شاء الله. طبعا اذا بنتكلم عن اسوان فاكيد بنتكلم عن باقي المحافظات وباقي القرى، لكن اسوان الان ربما هي في بؤره الاحداث وفي بؤره فكره امتداد التطوير لكل قراها زي ما حضرتك تفضلت وزي ما امر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم. صحيح. لكن خلينا برضو نقول انه تطوير القرى ليس فقط احلال وتجديد مدارس، احلال وتجديد وحدات صحيه، تقديم خدمات حكوميه بشكل متوسع، لكن ايضا خدمات اخرى تخص الناس بشكل يومي. يعني اذا قلنا مشروع تطوير الترع او تطوير نظم الري مثلا في محافظه كاسوان، احنا داخلين برضو في مساحات كبيره او مسافات كبيره، فبالتالي كل هذه المشروعات بتدعم بعضها البعض وتكمل بعضها البعض. يمكن خليني استدعي تعبير سابق للسيد الرئيس، وهو ان احنا عايزين نسيب القرى دي زي ما الكتاب بيقول. فكره الكتاب بيقول محتاجه ترجمه، وترجمه فكره زي ما الكتاب بيقول معناها ان احنا لازم نشتغل على 5 مستويات من التدخل. التدخلات اللي تحت الارض، خدمات البنيه الاساسيه بكل انواعها، خدمات اللي فوق الارض اللي هي مرافق التنميه الاجتماعيه سواء من مرافق صحيه وتعليميه وشبابيه وثقافيه وغيرها، والمرافق اللي بتغير البيئة العمرانية والطبيعة البيئية لأهالينا في القرى، ومنها مشروعات تطوير الترع والمجاري المائية أو التخطيط. وفي نفس الوقت بشتغل على الشق الاقتصادي، وفي نفس الوقت بشتغل على شق الحماية الاجتماعية. فكل دي منظومة متكاملة من التدخلات بتؤدي في النهاية إن احنا نبقى يعني نفذنا التكليف والتوجيه الرئاسي والفلسفة الرئاسية، وهي إن احنا نترك القرى زي ما الكتاب بيقول. طبعا مع الحفاظ على طبيعة كل محافظة، أسوان لها طبيعة اجتماعية ثقافية معمارية مختلفة، فبالتالي احنا برضو بنطور بناء على الثقافة الموجودة أو الشكل المعماري الموجود. صحيح صحيح. احنا حتى مثلا في تدخلات زي سكن كريم اللي هو الجزء المتعلق بالمنازل، احنا لا نغير طبيعة المنازل إطلاقا، لكن بنجعل هذه المنازل منازل كريمة وأدمية متصلة بالمرافق العامة، مبنية من بواب يعني تتحمل ان اهالينا يقدروا كمان يضيفوا عليها دور ثاني ودور ثالث، ويسمح بعمليه التوسع الراسي علشان لا نصادر على مستقبلهم. لكن مش هنغير من لا الطبيعه العمرانيه ولا طبيعه المساحات ولا طبيعه الفراغات العامه ولا طبيعه جماعات الجيره. ده يعني عوامل ثقافيه واجتماعيه من المهم جدا الحفاظ عليها. نعم. دكتور ولاء، محافظات الصعيد من المنيا ولغايه اسوان كان بتعاني دايما من فكره مخرات السيول، لان حسب الطبيعه الجغرافيه بتاعتها هناك جبال قريبه من البيوت بيبنى تحت المخر تجمعات سكنيه كثيره، فبالتالي كانت مثار قلق سنوي لما تزداد الامطار وتنزل من على الجبل فتؤثر على حياه هؤلاء. الان مع التعامل في اسوان كنموذج، نحن امام مرحله صارت من التاريخ لن تكون هناك بيوت تحت مخرات السيول سواء في أسوان أو في غيرها من محافظات الجنوب. صحيح، وده يعني جزء حقيقة كمان من استراتيجية الدولة اللي بتطبقها من 2014 للتعامل مع أهالينا من المواطنين المصريين اللي بيعيشوا في مناطق خطرة، سواء في المناطق العشوائية في الحضر، واللي احنا على فكرة يعني بالمناسبة بنهاية هذا العام مصر هتكون بلا مناطق عشوائية خطرة في الحضر. وفي نفس الوقت كمان أهالينا اللي بيعيشوا في مناطق خطرة في الريف، ودول بيتجسدوا أو بيتركزوا في الناس اللي بتعيش على مخرات سيول أو في مخرات سيول. دي طبعا كانت منتشرة زي ما حضرتك أشرت في المنطقة من المنيا إلى أسوان. تم التعامل مع عدد منهم. الآن الدولة لديها رؤية للتعامل مع هؤلاء السكان، لكن من المهم ان يكون في اطار حوار مجتمعي. يعني على ذكر محافظه اسوان مثلا، في حصر بيجري دلوقتي لكل اهالينا اللي بيوتهم قد تكون مهدده ومعرضه انها في مخرات سيول في كل مراكز المحافظه الخمسه، علشان نشوف السيناريو الامثل لنقلهم والتعامل معاهم دون التاثير على سبل يعني كسب الرزق بتاعتهم، دون التأثير على أوضاعهم الاجتماعية وأوضاعهم الثقافية. والدولة طبعا كالعادة يعني هتكون داعمة وهتكون متكفلة بتوفير البديل. دكتور ولاء، أن يكون هناك 500 منزل في أسوان قريبين من مناطق خطرة، ده احتياطي سكني جيد جدا أنه يقام ويكون موجود ويستخدم وقت الطوارئ،
فبالتالي قدرة الدولة المصرية الآن في إطار مبادرات حياة كريمة اللي بيتدخل فيها جهات عدة مختلفة، كل يقوم بجهده بخطط متكاملة، فبالتالي أنتجت هذا المخزون الجيد والاحتياطي الجيد من الشقق السكنية اللي لما احتاجنا ليه لقيناه، وده من الأمور المحمودة الحقيقة في مبادرة حياة كريمة مثلا. صحيح، مش بس حياة كريمة، الحقيقة أنه استراتيجية تعزيز الحق في السكن استراتيجية تبناها السيد الرئيس من 2014 وتحت يعني إطار سكن لكل المصريين، وهذه الرؤية كمان كانت متعددة المستويات، بمعنى أن احنا بنبني مساكن لأسر يعني منخفضة الدخل بالإسكان الاجتماعي، نبني مساكن بديل العشوائيات، نبني مساكن إسكان متوسط، وده اللي خلى زي ما حضرتك أشرت إن يبقى عندنا السكة وعندنا مخزون نقدر نستخدمه ونناور به في حالة الأزمات والكوارث مشروع الإسكان الاجتماعي ومشاريع بديل العشوائيات وبرنامج سكن لكل المصريين بشكل عام. هو البرنامج الحكومي السكني الأضخم في العالم، هو واحد من أكبر مشاريع الإسكان الاجتماعي في العالم. خلينا نفكر الناس انه لما كان بيحصل مشاكل سابقه في محافظات جنوبيه كالمنيا مثلا، في لما كان بتحصل مشاكل في منطقه جبل طير مثلا، في برضه مخرات السيول اللي بتؤذي البيوت، لم نكن نجد العدد الكافي للبيوت لكل المتضررين، فكان بيحصل حالات انتقاء احيانا، حالات عشوائيه في الاختيار احيانا، فبالتالي كانت الازمه تستمر مستفحلة وتزداد ولا تحل إلا جزئيا للأسف ولفترة قصيرة. الآن نحن نحل المشكلة من الجذور ولأمد طويلة، ولدينا البديل، ولدينا البديل الجاهز اللي نقدر نتعامل فيه. محافظة أسوان يعني إلى جانب العدد المتوفر من المساكن اللي يمكن استخدامها لنقل أهالينا اللي بيعيشوا في مخرات السيول، أسوان بتشهد كمان نهضة عمرانية، مدينة أسوان الجديدة واحدة من أجمل وأبهى واكثر المدن الواعده في صعيد مصر. فالحقيقه ده يعني مصر بتجني نجاحاتها في ملفات متعدده بما فيها ملف الحائط. دكتور ولاء، قرى غرب اسوان كانت من ضمن القرى الاكثر فقرا في مصر باحصاءات ما قبل عام 2010، وبالتالي كان ينظر اليها نظره العاجز عن الحل، ربما يعني من اين سياتي الحل او من اين نجد الحل؟ الان الحل ياتي متكاملا لكل القرى، ليس فقط الاكثر فقرا او الاقل فقرا، نحن نشمل الريف المصري كله في مبادره واحده. فبالتالي هذا الجهد كما تفضلت حضرتك وكما قال الرئيس سنخرج من القرية وهي مكتملة الجوانب، مكتملة الجمال، مكتملة الخدمات، جاذبة للسكان، وهذا هو الموضوع المهم أيضا في هذه الحالة، أن تعود هذه المحافظات، هذه القرى جاذبة لسكانها مرة أخرى وليست طاردة لهم. صحيح، إحنا يمكن واحد من المعايير اللي كانت بتحكمنا وإحنا بصدد اختيار المراكز ذات الأولوية، احنا طبعا حسب التكليف الرئاسي هنشتغل في القرى كلها، لكن واحنا بنختار نبتدي بإيه كان واحد من المعايير هو مدى تركز القرى الطاردة للسكان، هي الأولوية في البداية، لكن بعد كده الأمور شملت كل القرى، شملت كل القرى. ليه؟ لأنه الريف بشكل عام في مصر طول الوقت كان طارد، لأنه نتيجة غياب الخدمات ونتيجة تدني الوضع الاقتصادي. فالنهارده انه دوله ترجع تقول انا هتعامل مع الريف المصري بشكل شامل من خلال برنامج شامل بيركز على كافه القطاعات التنمويه، ده الحقيقه كمان هيغير كتير جدا في فكر وثقافه وتوجه اهل الريف ناحيه الحراك الجغرافي، بدل ما هيبدا يتحرك لعواصم المحافظات وعواصم المدن، لا هيلاقي ان الحياه مواتيه والفرص مواتيه في القرى اللي بيعيش فيها، بالتالي نبقى نلاقي القرى كمان بتستفيد من ابنائها، لان خلي بالك كمان الهجره دايما كانت هجره انتقائيه، هي بتاخد افضل ما في القرى، سواء العناصر البشريه القادره على العمل، العناصر المتعلمه، العناصر المؤهله، ده هيتوقف، وده معناه ان كل هذه الثروه البشريه سيعاد استثمارها في صالح اهالينا في هذه القرى، او لن تستنزف في المستقبل، يعني الكوادر البشريه الجيده لن تخرج، وده اضعف الايمان زي ما بيقول. طيب دكتور ولاء، الآن هناك توجيه رئاسي بأن تشمل المبادرة كل قرى أسوان زي ما حضرتك تفضلت، عندنا 650 قرية في 5 مراكز، هل هناك إعادة صياغة لخططكم لكي نسرع وتيرة الأداء في كل هذه القرى؟ يعني احنا ابتدينا بالفعل في ده، احنا بنعد الآن ل يعني المشروعات أو المراكز
اللي هيشملها المرحلة الثانية في مبادرة حياة كريمة، وبالفعل استقرينا على اختيار محافظة أسوان، مركزين من محافظة أسوان، وهما مركز أسوان بكل مشتملاته. وبهذا يكون عندنا كل المراكز تم خدمتها. هنبدا ان شاء الله في المركزين، احنا الثلاث مراكز نصر النوبه واسمو وكومومبو ابتدينا فيهم في العمل ان شاء الله بالفعل، ان شاء الله كل المشروعات تنتهي في 30/6/2022. مركز ذراو ومركز اسوان خلال اسابيع قليله هنبقى موجودين مع اهالينا في هذه القرى وهذه المراكز، بنخطط معاهم علشان نبدا شغل ان شاء الله على طول. يعني ان شاء الله بعد 7 شهور هنشوف اسوان مختلفه. طب ده يشجعنا ويطمعنا شويه دكتور ولاء، هل يمكن تسريع وتيره عمل في كل قرى مبادره حياه كريمه حتى تنتهي في اجال اقرب مما كان متوقع او مخطط له؟ يعني خليني اقول لك، احنا الحقيقه في الاول لما كنا بنتكلم عن مبادره حياه كريمه كنا بنتكلم لغايه 2030 ولغايه 2035، طموح السيد الرئيس كان متجاوز كل ده وقال لا 3 سنين. فثلاث سنين ده وقت مضغوط جدا للغايه، يعني انك تعمل تنميه شامله في 4500 قريه، 172 مركز، مرات 700 مليار جنيه. لكن اللي نوعد بيه الناس ان شاء الله ان احنا نكون قادرين نخلص الميعاد وما يحصلش تمديد لهذه المواعيد، ونكون ملتزمين اولا بمعدلات الجوده، ثانيا بالاطار الزمني للتكليف الرئاسي. طبعا ربنا يعينكم، طموح ويعني ربما امال يعني نتمناها جميعا، فربنا يعينكم ان شاء الله في اتمام هذه المبادره واتمام هذا الجهد جميعا في توقيتاته وبالجوده اللي حضرتك تفضلت بذكرها. بشكرك جدا ضيفنا الكريم على الهواء دكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحده المركزيه لمبادره حياه كريمه في وزاره التنميه المحليه.